طيب يا اخوانا السلام عليكم تاني من جديد. هنمشي للمسلس اوف فيشل اكسبريشن. طبعا المسلس اوف فيشل اكسبريشن دي هي عباره عن مسلس حوالين الاورفيسز الموجوده في الفيس. الكونتراكشن بتاعها بيديك اكسبريشن، يعني الاكسبريشن ده سايد افكت للكونتراكشن بتاع المسلس دي. بس المسلس دي بتحاول تقفل او تفتح الاورفيسز اللي هي محيطه بيها. تمام، فلو احنا رسمنا زول كده the face of someone. طيب ما عارف انا زول اتمنى ما يكون بيشبه زول منكم يعني. فلو رسمنا فيس بتاع اي زول، طيب عايزين نعمل نخط المسلس حقتنا دي اللي هي المسلس اوف فيشل اكسبريشن. تمام، طيب اوكي. المسلس هتكون كالاتي، في مسلس بتعمل كونسنتريك سيركل، طبعا كلها سبلاي باي ذا فيشل نيرف اراوند ذا اي كده، بتعمل كونسنتريك سيركلز اراوند ذا اي اتاش للبونز حوالين الاي بالشكل ده، يبقى الفايبرز حقتها كونسنتريك. اوكي، سيركمفرنشال دي لو عملت كونتراكشن بتقفل الاي اتاش للبون زي ما قلنا، وجزء منها بالبيبرال. بالبيبرال يعني جوه حوالين العين هنا، مور كلوز للاي يعني في الايلتس. تمام، ده البالبيبرال بارت حقها، والجزء اللي بره بنسميه الاوربيتال بارت. المسل دي اسمها اوربيكولاريس اوكيولي، اوربيكولاريس اوكيولي دي لما تعمل كونتراكشن بتقفل العين، بتقفل العين. تمام، طيب اللي بتفتح العين منه، بتفتح العين مصل شويه صغيره هنا قاعده في الايلتس، ودي اوتونوميكلي انرفيت بالاوكيلوموتر، ما عندها علاقه بالفيشن نيرف ولا عندها علاقه بالفيشن اكسبريشن. دي اسمها ليفيتر بالبيبري سوبريوريس، ليفيتر بالبيبري سوبريوريس، وفيها جزء صغير منها بيسموه المولر بارت اللي هو ده انرفيتد بالسمساتيك فايبرز، اما هي كلها انرفيتد بالباراسمساتيك الموجود في الاوكيلوموتر نيرف. يعني هي بتاخد باختصار من السمساتيك والباراسمساتيك، لكن ميلي من الباراسمساتيك الموجود في الاوكيلوموتر نيرف. اذا دي ما عندها علاقه بالفيش اكسبريشن، اسمها ليفيتر بالبيبري سوبريوريس، بيخليك فاتح عينك. لكن انا بالنص اللي بتكلم عنه اوربيكولاريس اوكيولي دي تبع الفيش نيرف بتخليك تقفل العين. البالبيبر البارت بيخلي مسؤول من الجنتل كلوزر اوف ذا اي، اما الفورسفول كلوزر من الـ من الـ من الاوربيتال بارت. تمام، طيب المسل دي بتاخد من برانش، بتاخد من الزيجوماتيك برانش بتاع الفيشن نيرف الزد، بتاخد من الزيجوماتيك برانش كده. لو ضرب الزيجوماتيك برانش، الزيجوماتيك برانش طبعا كروس الزيجوماتيك بون، فلو اتكسر الزيجوماتيك بون ضرب الزيجوماتيك برانش بيكون في مشكله في الكلوزر بتاع الاي، وده ممكن يعمل اي دراينس، ممكن ينتهي بسكارس وبلايدنس، ودي اخطر كومبليكيشن ممكن تحصل لزول عنده فيشل بولز. طيب زي ما قلنا المسل ده اتاش للماكزيلا واتاش للاوربيتال بون. تمام، طيب في مسلز ثانيه موجودة مسؤولة من ال من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من هنا، موجودة هنا بيسموها الكوريجيتر سوبر سيلياي، كوريجيتر مصل برضه مسؤول من الاكسبريشن، تاخد برضه انرفيشن. في مصل بتعمل كومبريشن للنوز، فايبرز حقتها ماشية ترانسفيرس هنا على النوز، دي اسمها كومبريسر ناريس، كومبريسر ناريس او ناريس. وفي مصل جاية للسايز اوف ذا ايل اوف ذا نوز، السايز بتاعت النوز بيسموها الايلا، اتاش للسايز اوف ذا ايل اوف ذا نوز، ودي اسمها دايليتر ناريس، دايليتر نيرس. والكمبريسر نيرس والدايليتر نيرس ديل ما ديفلوب شديد في الهيومنز، لكن مور ديفلوب في الانيمالز، وديل بياخدوا من البكال برانش اوف ذا فيشل نيرف. الكمبريسر نيرس والدايليتر نيرس بياخدوا من البكال برانشز اوف ذا فيشل نيرف. تمام، طيب فتلقاه في الانيمالز واضحه شديد يعني مور ديفلوب.
الباكال نيرف يا اخوانا برضه بيغذي لنا مصل قاعده هنا اون ذا سايد اوف ذا ماوس اسمها باكسينيتر. باكسينيتر دي بتطلع من الماكزيلا، بتطلع من الماندبل، يعني عندها اوريجن من الاثنين، من الماكزيلا فوق وتحت من الماندبل. والفايبرز حقتها بتمشي على حته اسمها الموديولس، الموديولس اون ذا سايد اوف ذا ماوس. الموديولس دي هي اري زي ما بيقولوا كده بتاعت كونكشن اوف ماسلز، اتاشمنت اوف جروب اوف ماسلز. هنا الفايبرز والكروس جاي من فوق ممكن تمشي بتحت، والجاي من تحت ممكن تمشي بفوق حوالين الماوس، جزء منها كروس وجزء بيمشي ويزاوت كروس. يعني ممكن جزء من الفايبرز تكروس في الموديولس عشان تتلاقى مع هناك، وجزء منها بتمشي ويزاوت كروس. المصل دي مشهوره من انها تنفخ التشيكس، بلوين اوف ذا تشيكس يسموها ترامبيتر، ومهمه برضه للماستيكيشن بيساعد شويه، وبرضه انرفيتد بالباكال برانشز اوف ذا فيشن نيرف الباكسينيتر. تمام. طيب الباكسينيتر دي في الاوريجن حقها عندها انترديجيتيشن مع التيروغويد ماسلز، اللي هو في حته اسمها التيرجو مانديبل الراف او التيرجو ماكزيلري ليجمنت. اوكي، بتطلع من حته اسمها التيرجو مانديبل الراف والتيرجو ماكزيلري ليجمنت. اوكي، انترديجيتيشن مع الكونستريكتر ماسل. اذا الباكسينيتر ماسل عندها انترديجيتيشن مع ماسل في الفارنكس اسمها سوبيريور كونستريكتر ماسل، سوبيريور كونستريكتر ماسل. الانترديجيتيشن بين الباكسينيتر والسوبيريور كونستريكتر ماسل بيديني الاوريجن بتاع شنو؟ بتاع الباكسينيتر. تمام. طيب باكسينيتر زي ما وريتكم انا it is pierced by the duct of the شنو؟ of the parotid gland. الكلام ده قلناه قبل كده. زي ما قلنا ممكن نعتبرها اكسسوري ماسل للماستيكيشن، لكن اهم حاجه هي بتاع مسؤوله من البلوينج. تمام. في مصل كونسنتريك حوالين الماوس هنا في الليب، قاعدة في الليبس حوالين الماوس كونسنتريك حوالين الليبس زي المصل اللي قلناه فوق في الاي دي، ودي اسمها اوربيكيلاريس، اوربيكيلاريس اوريس، اوربيكيلاريس اوريس. والاوربيكيلاريس اوريس دي انرفيتد باي المانديبلر برانشز اوف فيشن نيرف، المانديبلر برانشز اوف فيشن نيرف بتغذي الاوربيكيلاريس اوريس اللي هي مسؤوله من الويسفرين، مسؤوله من الويستلينك، ومسؤوله من الكلودر اوف ذا ماوس. اوكي. طيب في مصل بترفع الليبس لفوق دي اسمها ليفيتر ليباي سوبريوريس، بتاخد من الباكال نيرف، بتاخد من بي من الباكال نيرف، اسمها ليفيتر ليباي سوبريوريس، ليفيتر ليباي او ليبي سوبريوريس، في ناس بيسموها ليبي. في مصل زيها بتحت بتعمل ديبريشن للليب لتحت، لكن دي بنسميها ديبريسر ليبي او لابي انفيريوريس. اذا في ليفيتر لابي سوبريوريس وفي ديبريسر لابي انفيريوريس، دي بتعمل اليفيشن ودي بتعمل ديبريشن. في مصل بتجي من الزيجوماتيك بون وبتمشي من الكنين فوسا، كنين فوسا اللي هي في الماكزيلا سوري، وبتمشي سوبرفيشال للانفرا اوربيتال نيرف، بتمشي على الموديولس هنا الانجل اوف ذا ماوس، ودي مسؤوله من السمايلنج موجوده بايجاي، بتمشي على الانجل اوف ذا ماوس. اوكي، سوبرفيشال للانفرا اوربيتال نيرف. المصل دي اسمها ليفيتر انجيولي اوريس، ليفيتر انجيولي اوريس. في مصل زيها جاي من الانجل بتحت برضه سوبرفيشال للمنتال نيرف، ودي مسؤولة من الساد ابيرنس اللي هو اسمها ديبريسر انجيولي اوريس. يبقى في ليفيتر انجيولي اوريس، ديبريسر انجيولي اوريس، ليفيتر ليباي سوبريوريس، ديبريسر ليباي انفريوريس، اوربيكيلاريس اوريس، اوكسينيتر، اوربيكيلاس اوكيلي، كومبريسر نيريس، دايليتر نيريس. في مصص بتيجي من الزيجوماتيك بون تمشي للماوس تحت وتمسك في النوز، في الماوس والنوز اللي هي دي اسمها ليفيتر ليباي سوبريوريس اليجينيزاي. اسمها كده، اسمها كده ليفيتر ليباي سوبريوريس اليجي نيزاي، ليفيتر ليباي سوبريوريس اليجي نيزاي. تمام، اسمها طويل جدا جدا قطر. ودي ويل ديفلوب في الانيمال، دي بترفع النوز والماوس مع بعض، تلقاها في اللايونز مثلا في الكاتس. اوكي، بتديك فيري اكسبريشن بتاع الغضب، بترفع لك السايد بتاع النوز والماوس توجذر تو ذا سايدز. تمام. في مصل جاي من الزيجوماتيك بونز هنا بالجنبات، من الزيجوماتيك بونز، زيجوماتيكس، زيجوماتيكس ماجر وزيجوماتيكس ماينر. في مصل مسؤوله من الغماسات او الوجنات رايزوريس، اذا كانت هي مدبله فيها ديفكت، اذا كان فيها ديفكت او كانت دبلت او سبليتت بتعمل لك وجنات. اذا الوجنه اللي بيعتبروها علامه جمال هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن ديفكت، كونجنتال ديفكت، مش كده؟ في مصل مش كده؟ طيب
يبقى كده احنا يعني مرينا في مينتاليس دي برضه تحت، يعني المسلز كثيره هتلاقيهم كثيره. طبعا هنا فوق هنا كان في فرونتاليس، تكلمنا عنها في السكالب، فرونتاليس برضه مسؤوله من الاندهاش، فيشل اكسبريشن بتاع الاندهاش. اذا انا لازم لما اجي اشوف الفيشل نيرف داير اعرف الزول عنده فيشل بلس ولا لا، لازم اطلب منه يعمل حاجات معينه، يغمض عيونه الاثنين، لو في عين ما غمضت معناتها فيها مشكله هنا، الفيشل نيرف بيجي متاثر. يحاول تسمايل، لو عمل سمايلينج لو في مشكله في الفيشل نيرف الشمال الماوس والديفيت تو ذا رايت، لانه المسلس هنا شغاله فتلقى الماوس ماشي يمين. اذا الزول يقول لك جاته جلطه، يقول لك والله قريبنا ده جاته جلطه واخش متعود يمين، يتعود يمين معناته المشكله في الفيشل نيرف الشمال او الاعصاب الشمال في الجزء الشمال من الوش، لانه الحته اليمين شغاله بالتالي الماوس اتعود يمين. اوكي، لو قلت له انفخ في الحته المتاثره ما بيقدر ينفخ، لكن بيجي بينفخ عادي، باكسينيتر شغاله. اذا دي هنا. طيب الفرونتاليز دي بيغذيها منو؟ بيغذيها التمبورال برانش، ما قلنا تين زيبرا بروكن مايكا كار دي منو؟ سي السيرفايكال ده للباتيزمال. الباتيزمال زي ما قلنا هي في الهيومنز ما ويل ديفلوب، لكن مور ديفلوب في الانيمالز كمسل اوف فيشل اكسبريشن. تمام، البروبريسبشن والديب سنسيشن حقت المسلز دي بتمشي مع التراجيه من النيرف، لكن المسؤول من الموتر فانكشن هو شنو؟ هنا الفيشل نيرف. تمام، طيب فتقريبا كده احنا يعني مرينا على المصص المهمه كلها واتكلمنا عنها. تمام، طيب دي بالنسبه للمصص فيشل اكسبريشن. اوكي، نيجي نشوف الانرفيشن حق المصص دي. قلنا جاي من الفيشل نيرف، الفيشل نيرف كان عندنا الفيشل نيرف طبعا بيجي يطلع من البرين ستيم، من الجنكشن بين البونز والميدله. اذا كان ده البونز دي المظله في البرين ستيم، كان احنا نقول اللي قدام بيجي طالع من بونتو ميدلا ريجكشن، بيدخل الاير طوالي فيشن نيرف. انا بهزر، بيخش الاير. في الاير عنده وظيفتين مهمتين، يطلع نيرف اسمه الجريتر بتروزر نيرف. الجريتر بتروزر نيرف ده بيمشي شايل معاه السيجنالز لللاكريمال جلاند، بيمشي عشان تو ديليفر ات يديها لللاكريمال نيرف في النهايه، اللي بوصل لللاكريمال جلاند. اللاكريمال نيرف مع انه تبع الجيمينال لكن سنسور يعني، لكن بيوصل السيجنال للغدد الدمعيه في العين عن طريق الجريتر بتروزر نيرف واللاكريمال نيرف. الكونكشن الدقيق بيناتهم هنعرفه اللي قدام. في نيرف ثاني من الاير برضه بيطلع من الفيشن نيرف اسمه التشوردا تيمباناي، تشوردا تيمباناي ده شايل السكريشنز بتاعت السلايفا والسنسيشن من الانتيري والتست سنسيشن، تيست سنسيشن والسكريشنز بتاعت الانتيرير تو ثيرد اوف ذا تانك. دي شايله وجايبه الكورد تناي، جايبه من براش اصلا كان في التانك، كان ماشي التانك يقوم اسمه لينجوال نيرف، لينجوال نيرف هو تبع التراجم يقوم بيديها كورد تمبناي. اوكي، وبياخد منها برضه سيجنالز. اذا اللينجوال نيرف تبع التراجم واللاكريمال نيرف تبع التراجم عندهم كونكشن مع الجريتر بتروزر والكورد تمبناي اللي هم تبع الفيشل، هم جايين من الاير. بعد ذاك الفيشل نيرف انتهى من مهمته في الاير، بيقوم بيطلع بفورم من هنا اسمها الستايلو ماستويد فورمين، تكلمنا عنها بيجي مع ريك ده. طيب لما يطلع الفيشن نيرف ستايل وماستويد فورمين بدي بوسيرو اوريكولار برانش اللي هو البوسيرو اوريكولار برانش ده بيغذي البوسيرو البيلي اوف دايجاستريك. تمام، وبيغذي معاه الاوكسيبيتو فرونتاليس وستايلو هايويد. اذا الفيشن نيرف قبل ما يدخل الباروتيد بيغذي البوسيرير بيلي اوف دايجاستريك، بيغذي ستايلو هايويد، بيغذي اوكسيبيتاليس واوريكولاريس بوسيرير، غازي اربع مصص بوسيرير بيري اوف دايجاستريك ستايل هايويد اوكسيبيتاليس واوريكولاريس بوسيرير. بعد ذاك بيدخل الفيشن نيرف للباروتيد جلاند، بيعمل تقسيم تو ديك والباروتيد جلاند، بيديني التين زيبرا بروكن ماي كار النهائيه، الديفيجنس النهائيه اللي اتكلمنا عنها وعرفنا التغذي وين. اوكي، يبقى ده بالنسبه لشنو هنا اخطر واحده في ديل ممكن تتضرب، التين زيبرا بروكن ماي كار دي اخطر واحده ممكن تتضرب، هو ده زيجوماتيك لانه ده بياثر على الاي. تفكر لو يضرب الاكل بيكون قاعد في الماوس، المانديبل لو يضرب بيحصل ماوس ديفيشن، لكن ده اخطر شيء لانه ممكن يؤدي لدراينس اوف ذا اي. طيب نجي للسنسوري انرفيشن بتاع الفيس. طبعا السنسوري انرفيشن حق الفيس يا اخوانا هو ميلي جاي من برانشز، جاي من الترايجمينال النيرف. انا حاسس هقول لك اسم البرانشز هتكون جديده عليك اول مره تسمع بها، لكن جات كيف تفاصيل هنعرف المحاضره الجايه. طبعا محاضرتنا الجايه هنكون مركزين على الترايجمينال نيرف. طيب قبل ما نمشي للترايجمينال نيرف، الفيشل بولس يا اخوان لو حصل فيشل انفلاميشن وفيشل دامج في حاجه اسمها كروكودايل تيرز. كروكودايل تيرز، كروكودايل تيرز دي فكرتها شنو؟ انه لما يحصل ريجنريشن هيلينج الفايبرز او سيجنالز الجايه من البرين اللي كانت ماشيه لللاكريمال جلاند تقوم، كان ماشي للسلايفيشن تقوم تمشي لللاكريمال جلاند. اوكي، يعني كان المفروض تمشي مع الكورد تمبناي للسلايفيشن وكده او للسليفري جلاند،
تقوم تمشي مع الجريتر بتروزل اللي لاكله من الجلاند، فتبقى السيجنالز عكس، فيبقى الزول لو خدت له اكل هنا في خشمه بدل ما يعمل ستيميوليشن للسلايفيشن من الفانج والحته دي، يقوم يعمل ستيميوليشن للتيرنج، فيقول لك كل ما اكل بدمع، كل ما اكل بدمع، دي بيسموها كروكودايل تيرز. دي واحده من المشاكل اللي بتحصل لما يجي يحصل ريجنريشن للنيرف، بيحصل ميكسنج للسيجنالز. وفي حاجه برضه ليها علاقه ببارات الجلاند والفيشن اسمها فريز سندروم. فريز سندروم كده مش اقروها بتلقاها في سنيل، ودي هنخليها نتكلم عن الكلينيكال سيناريوز في نهايه الشابتر، هنيجي نناقش الفريز سندروم ده ثاني بالتفصيل ان شاء الله. طيب سنسوري انرفيشن زي ما قلنا البرانش دي من الترايه من النيرف، ما ضروري ان اقول التفاصيل الليله، لكن احنا بس هوريكم يعني ال الديستريبيوشن بتاع الحكايه دي. طيب عايزين نشوف السنسور انرفيشن بتاع الزول ده بتاع الفيس بيكون كيف. الترايم النيرف يا اخواني بيتقسم كالاتي، هنرسم خط كده، هنرسم خط من الاي، من الاي ماشي على الاير، ونرسم خط من الماوس بيجي قاطعه كده. فالجزء فوق ده بالاوبثالميك بارت، اوبثالميك بارت اوف ذا ترايم من النيرف، والجزء هنا بالماكسيلري بارت اوف ذا ترايم من النيرف، والجزء تحت بالمانديبولر بارت. يبقى ترايم النيرف بيتقسم الى ثلاثه بيج نيرفز، اوبثالميك بارت، ماكسيلري بارت، مانديبولر بارت. اوبثالميك بارت بيخش الاي للسوبر اوربيتال فيشر، الماكسيلري بارت بيخش عن طريق فورم الريتندم، المانديبولر بارت ده بيمشي اصلا بالفورم الاوفيل الانفراتمبرال فوسا اللي هنتكلم عنه اللي قدام. طيب السنسيشن حقتي هنا لاترال، في اللاترال بارت دايلت هنا في نيرف اسمه لاكريمال نيرف، يعني لو صالك هنا في نيرفز بيجاي واحد ميديال اسمه سوبرا تروكلير، والثاني لاترال شويه اسمه سوبرا اوربيتال، ده بيمشي لحد السكال، بيمشي يدي نيرفيشن لحد السكال فوق، مرات يوصل لحد الفيرتكس. الفيرتكس هو غمة الراس، بيوصل لحد الفيرتكس بالذات السوبرا اوربيتال بسبب الفيرتكس. والاثنين ديل سوبرا اوربيتال سوبرا تروكلير، الاثنين ديل جايين من نيرف اسمه الفرونتال نيرف، والفرونتال نيرف هو برانش من الاوبسالميك. في زي ما في سوبرا تروكلير في انفرا تروكلير بيغذي البريدج اوف ذا نوز، في اكسترنال نيزل بيغذي باقي النوز لحد التيب اوف ذا نوز. والانفرا تروكلير ده انفرا تروكلير والاكسترنال نيزل ديل جايين من نيرف اسمه النيزوسيلياري، والنيزوسيلياري ده برانش من الاوبسالميك. اذا اللاكريمال نيرف ده برانش مباشر من الاوبسالميك. الفرونتال بيدي سوبرا تروكلير سوبرا اوربيتال، سوبرا تروكلير ميديال سوبرا اوربيتال لاترال بيصل لحد الفيرتكس. النيزوسيلياري بيدي انفرا تروكلير واكسترنال نيزل، والانفرا تروكلير واكسترنال نيزل دي كلهم جايين من النيزوسيلياري، والنيزوسيلياري اصلا جاي من هنا من الاوبسالميك. ايوه الاوبسالميك ميل عنده ثلاثه برانشز، اللاكريمال والفرونتال والنيزوسيلياري. الفرونتال بيدي سوبرا اوربيتال سوبرا تروكلير، والنيزوسيلياري بيدي اكسترنال نيزل وانفرا تروكلير. فدي الحتات السنسوري انرفيشن، انا بتكلم على السنسوري انرفيشن للفيس. طيب الماكسيلياري، الماكسيلياري في نيرف بيطلع هنا تحت الاي اسمه الانفرا اوربيتال نيرف، بيغذي السايد اوف ذا نوز، بيغذي الابر ليب، وبيغذي الايلتس. ده اسمه الانفرا اوربيتال نيرف، ده هو الكونتينيويشن بتاع الماكسيلياري تيرمينال ديفيجن. في زيجوماتيكو تيمب فيشل وزيجوماتيكو تيمبورال، زيجوماتيكو فيشل وزيجوماتيكو تيمبورال، ده الاثنين بيجدوا زيجوماتيك بون، زيجوماتيكو فيشل زيجوماتيكو تيمبورال، وده تابعين للماكسيلياري تمام. طيب هنا في نيرف اسمه الاوريكيلو تيمبورال، لو جينا للمانديبولر اوريكيلو تيمبورال نيرف جبال قلنا بيغذي الابر بارت اوف ذا اوريكل ابر هاف، بيغذي التيمبورال اريا، وبيدي السكريشن للشايبه الجايبه من الجلوسو فارنجيال بتجي للبارات الجلاند، ده الاوريكيلو تيمبورال نيرف. في السب المنتال نيرف هنا اللي هو جاي من المنتال فورامين بيغذي اللور ايلي اللور ليب. في البكال نيرف هنا، البكال نيرف ده بيختلف، بكال نيرف وهنا في المنتال نيرف وهنا في اوريكيلو تيمبورال نيرف. البكال نيرف ده يختلف من البكال نيرفز، البكال نيرفز ديك برانش بتاعت الفيشل في التن زيبرا بروكن مايكار، لكن البكال نيرف ده سنسوري للبكال ميكوزا، وبياخد بروبريسبتيف فايبرز من الباكسينيتر تمام للتشيك. طيب ده بالنسبه للسنسوري انرفيشن بتاع شنو؟ بتاع السكالب. طيب نيجي للبلس سبلاي بتاع الفيس والسكالب. البلس سبلاي العام بتاع الفيس والسكالب. طيب دي السكالب هنا ودي الهير بتاع السكالب. طيب الميجر بلس سبلاي بتاع الفيس هو الفيشال ارتري، الفيشال ارتري بيجي داخل بالسبمانديبل تراينجل زي ما قلنا ديب للسبمانديبل جراند، هو تورشوس ارتري متعرج بيمشي للانجل اوف ذا اي، بيدي سوبيريال ليبيال برانش
inferior labial branch الجزء ده بدي transverse facial بدي سوري بدي tonsillar branch بخد جوا للtonsils وبيعمل anastomosis يعني وبدي deep facial branches through the masseter يبقى دي البرانشز بديها تمام يبقى ان تورشو سكورت بدي سوبيريال ليبيال وانفيريال ليبيال مع المارجز حقت الليبس بدي ترانسفيرس بدي دي فيشال برانشز. طيب في ارتري ثاني مهم ده طبعا الفيشال ارتري ده هو تبع الاكسترنال كاروتيد ارتري. في ارتري ثاني بيجي ماشي هنا من الباروتيد اللي هو سوبرفيشال تمبورال ارتري تيرمال ديفيجن الاكسترنال كاروتيد بدي ترانسفيرس فيشال ارتري ترانسفيرس فيشال برانش وبيجي هنا بيتفرع لبرانشز كثيره بيغذي السكالب. طبعا السنه كارت ارتري بيورا بدي اوكسيبيتال والبصيره اوريكولار الاوكسيبيتال والبصيره اوريكولار بيغذي السكالب من ورا الاوكسيبيتال والبصيره اوريكولار سوبرفيشال تمبورال والفيشال ده كله مكسر لنا كارت السيستم كله مكسر لنا كارت السيستم. طيب الانترنا كارت سيستم منه هنا في ارتري تو ارتريز واحد اسمه سوبرا اوربيتال والثاني اسمه سوبرا تروكلير ده اللي جاي من الاوفثالميك والاوفثالميك جاي من الانترنا كارت اللي هو جوه من البرين من جوه كرينا كافيتي. إذا بيعملوا أناستوموزس هنا في السكالب مع ليل. إذا السكالب يمثل إيه أريا أوف أناستوموز بين الإنترنال كاروتيد سيستم والإكسترنال كاروتيد سيستم. طيب ده بالنسبة للبلس سبلاي. أها الفينوس ريتير الفينوس ريتير الفينوس ريتير طبعا هيكون عكس مش كده الفينوس ريتير أنا تقريبا قلته ممكن الآن نمر عليه سريع دي البارات الدلان هنا للسكالب. طيب الفينوس ريتين بتاع السكالب من ورا بيجيني هنا فين اسمه البوسيريور اوريكولار فين البوسيريور اوريكولار فين. طيب يجي نازل كده سوبرفيشال هنا بيجيني سوبرفيشال تمبورال فين جايب الفينوس ريتين بتاع السكالب سوبرفيشال تمبورال فين بيخش بيقابل فين ماكزيلر فين اللي هو مقابل للماكزيلر ارتري يقوم بيدوني فين الاثنين اسمه ريترو مانديبولار فين. طيب هنا في فين جاي اسمه فيشال فين. طيب الريترو مانديبولار فين بيجي طالع من الباروتيد بيديك جسم انتيريور ديفيجن بيقابل الفيشل وبوسيريور ديفيجن بيقابل البوسيريور اوريكولار ده بيبقى مع بعض الفيشل والانتيريور ديفيجن بيبقى اسمه كومون فيشل بيخش الانترنال جيجولار فين في النك. اما ده بيبقى اسمه اكسترنال جيجولار فين اكسترنال جيجولار فين كروس ستيرنيك ليدو ماستويد عشان يصف في السبكليفيان فين يصف في السبكليفيان فين تمام. طيب الحته دي الفينوس ريتين حقها بالسوبرا اوربيتال فين والسوبرا تروكلير فين اللي هو بيمشي يصبوا في الاي فين وبصالميك فين. طيب هنا في فين يا اخوانا بياخد السوبرا اوربيتال السوبرا تروكلير اسمه الانجلر فين بيوصلهم للفيشل وبيوصلهم جوه لساينس مهم برين ساينس مهم اسمه كافيرنس ساينس ده واحده من الفينس الجوه بتاعت البرين هنتكلم عنه قدام بالتفصيل. فعنده كونكشن هنا مع السوبرا اوربيتال السوبرا تروكلير فين عن طريق فين اسمه انجلر فين ده هو الموست دايركت كونكشن. في ترانسفيرس فيشل فين هنا جاي من الفيشل فين ترانسفيرس فيشل فين ده بيمشي لبلكسس اسمها التريجويد بلكسس والتريجويد بلكسس دي في الانفراتيمبرال فوسا عندها كونكشن بيمشي فين مع الساينس برضه. اذا الحته دي خطره جدا لو في زول قامت لحبة شباب ساي هنا والتهبت ممكن تمشي بالانجلر فين والابسالميك فين تصل الساينس او ممكن تمشي بالترانسفيرس فيشل فين والتيرويد بلكسس ومن التيرويد بلكسس تقوم تصل اللي مشي فين تصل الساينس والساينس ده قلنا اهم ساينس لانه بيدرين الدرين ستيم كده هنعرفه بعدين كافيرنس ساينس وممكن عادي يحصل لك كافيرنس ساينس ترومبوزس وده عنده برزنتيشن مشهور هنتكلم عنه بالتفصيل اللي قدام لما نوصل للحته دي بتاعت الكافيرنس ساينس. عشان كده الحته دي احنا بنسميها دينجر اريا دينجر اريا اريا اوف ذا فيس اوكي اللي هي الحته بين بتاعت النوز والتشيك دي الحته بتاعت النوز والتشيك دي اسمها دينجر اريا اوف ذا فيس وهنتكلم عنها ثاني لقدام ان شاء الله. يبقى ده بالنسبه للجزء ده وسي يو نيكست تايم باذن الله.